ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بدار أخبار اليوم. أستاذ محمد، المنصورة الجديدة دشنت وافتتحت من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وها نحن أمام واجهة جديدة في الدلتا المصرية، كيف تنظر إلى هذا الحدث؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني عايز أقول لحضرتك، بتمضي مصر في طريق الجمهورية الجديدة التي يشهدها الجميع دون أي تفرقة بين محافظة وأخرى، فنجد الرئيس يتابع عن قرب جميع الملفات ويتواجد بين أهلنا المصريين في مختلف المحافظات، فنجده متواجد في كل شبر على أرض مصر، مرة في شرق القاهرة وأخرى في غربها وثالثة في شمال مصر بالإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة، واليوم نجده في المنصورة الجديدة بين أهلنا وناسنا الطيبين والوطنيين من أبناء الدلتا. يعني عايز أوضح لحضرتك أن زيادة عدد المدن العمرانية الجديدة ده هو الهدف القومي الأول لمصر، هو أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052. لو اتكلمنا عن المدن الجديدة، عايز أقول لحضرتك أن بلغ عدد المدن الجديدة داخل الدولة، وده اللي بيعد من مستهدفات ما بعد عام 2014، نحو 30 مدينة جديدة بإجمالي استثمارات نحو 700 مليار جنيه. يعني مصر شهدت إنجازات، يعني ده معناه أن مصر شهدت إنجازات وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في كافة القطاعات عقب ثورة 30 يونيو المجيدة. يعني ده طبعا بيأتي في إطار رحلة استعادة مصر لمكانتها الطبيعية وبناء الدولة من جديد التي بدأت منذ 8 سنوات مع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية لتوليه مسؤولية البلاد. طبعا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، فتحت مصر صفحة جديدة في كتابة تاريخها، وبدأت تصدير ملحمة جديدة من البناء والتعمير بتوجيه ومتابعة مباشرة من قيادتنا السياسية المخلصة الشريفة التي تقود ثورة تنموية وعمرانية شاملة. نعم. يعني ده معناه، يعني في حاجة مهمة هنا عايز أشير ليها لو تسمحي لي حضرتك. إن اهتمام الرئيس السيسي كبير وبكسر مركزية القاهرة. شايفين النهاردة سيادته في المنصورة بيفتتح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، يعني مش بس مركز في القاهرة فقط أو المركزية، وسيادته كسر مركزية القاهرة عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وأيضا لا تغفل الجانب الترفيهي للمواطنين. ده طبعا يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وكل ده بيخدم الطموح المصري ويصب في صالح المواطن. وتشكيل الخريطة السكانية أيضا. وتشكيل أيضا الخريطة السكانية. المدن الجديدة حضرتك معروف أنها يعني توسع عمراني جديد، وخصوصا أن احنا بنتكلم عن مدن الجيل الرابع، يعني ودي خطة قومية أو في خطة قومية لإنشاء مدن جديدة، وهي الحل الأنسب للتوسع العمراني وعشان حل مشكلة الإسكان. وطبعا في هذا الإطار بتتبنى الدولة مخطط استراتيجي للتنمية العمرانية بهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضرية. نعم أستاذ محمد، يعني الدولة المصرية حرصت من خلال المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة أن تسير في خطوط متوازية، سواء في المناطق الخطرة والقضاء عليها في الداخل المصري، أو حتى في توفير عدالة اجتماعية داخل هذه المدن بتوفير عدد من الوحدات السكنية تناسب كافة المستويات. كيف ترى هذا الأمر وهذه الخطوط المتوازية التي تسير عليها الدولة المصرية؟ الدولة المصرية تسير في خطوط متوازية، فزي ما حضرتك بتوفر إسكان متميز، لا تغفل أو تنسى الجانب الأساسي والفئة المواطنين، الطبقة من يعني الجانب الاجتماعي للمواطنين، وشفنا مساكن بديل العشوائيات ونقل المواطنين من الأماكن الخطرة. يعني الدولة 30 يونيو قضت على العشوائيات. حضرتك احنا شايفين بيراعى في المساكن الجديدة أيضا في تطور لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، لازم ناخد بالنا منها. يعني حضرتك في تطور ملحوظ من حيث إنتاج مياه الشرب نفسها وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المشاريع المنفذة في محافظات الجمهورية، وطبعا على رأس ذلك مشروعات مبادرة حياة كريمة ومنظومة جودة المياه، ومراعاة أن تكون المدن الجديدة على أحدث الأساليب لتتماشى مع مدن الجيل الرابع من حيث خطط تركيب العدادات الحديثة والطرق الممهدة، بالإضافة إلى إجراءات التوعية بترشيد استهلاك المياه.
وايضا بيتم مراعاه يعني العديد من الطرق والمحاور الجديده والتوسع العمراني. عايز اقول لحضرتك في حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها هنا، وهي الوعي. يعني عايزين نوضح للناس ان او ما ننساش الخونه في خارج مصر من اهل الشر اللي كانوا بيعايرونا بالعشوائيات وبيحرضوا على معاداه الدوله وبقى لهم اكثر من 8 سنين، لكن كتائبهم الالكترونيه وابواقهم الاعلاميه وانشطتهم المعاديه تحطمت على صخره الوعي المصري اللي بيشوف انجازات الدوله المصريه يوما بعد يوم على ارض الواقع. يعني السيد الرئيس استنى سنه حميده ان بنلاقي سيادته في افتتاح المشروعات بيحرص على افتتاحها بنفسه والانتقال ليها. يعني كان ممكن سيادته يفتتح النهارده منصوره الجديده عبر الفيديو كونفرنس من القاهره، لكن سيادته حرص على التواجد بين اهله وناسه وبين الشعب المصري ليكون على قرب منه. نعم، حرص السيد الرئيس امتد أيضا ليس فقط في افتتاح الأبنية أو البنية التحتية وهذا التجمع العمراني الجديد، لكن أيضا في تكريم النماذج الواعدة سواء رياضيا علميا ثقافيا داخل المحافظة ورجال الأعمال الذين عرضوا تجاربهم في الاستثمار وكيف يستطيعون أن يشكلوا نوع من الرقم الصحيح في قاطرة الوطن أو الاقتصاد الوطني بزيادة الصادرات وكفاية السوق المحلية. يعني كيف ترى هذه الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري والاستثمار في العقول المصرية؟ الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية استنى سنة حميدة، وهو رد الجميل لأصحابه والاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، وده يمكن كان اللي شفناه النهارده من تكريم النماذج المتميزه وخاصه من الشباب، هو رساله قويه تؤكد حرص واهتمام الرئيس بالعناصر المتميزه وكل من هم ذات كفاءه في الدوله. بالاضافه للشق الثاني من سؤال حضرتك، يمكن عايز اشير لاطلاق مبادره ابدا اللي جت في اطار تكليفات من السيد الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية بإطلاق مبادرة دعم وتوطين للصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات. وطبعا ده يعني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة العديد من السنوات. كل ده كان ليه دور كبير في المساهمة في نجاح مبادرة إبدأ، واللي أصحاب أو النماذج اللي شفناها النهاردة من اللي اشتركوا أو اللي ساهموا أو اللي استفادوا من المبادرة من المستثمرين أعلنوا ده بوضوح على الهواء مباشرة وأمام الجميع. عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة تاني لازم ناخد بالنا منها، وهي توفير فرص العمل. يعني دي نقطة تحسب لدولة 30 يونيو لازم نوضحها ونتكلم عنها. حجم المشروعات اللي اتعمل اخر 8 سنين لاول مره في تاريخ مصر تدمج الدوله القطاع الخاص معها في تنفيذ المشروعات كشريك استراتيجي بهذا الحجم من الاعمال وعدد الشركات. يعني احنا بنتكلم، يمكن السيد الرئيس اشار ان في حوالي 4000 او 4500 شركه قطاع خاص تقريبا شاركت في تنفيذ هذه المشروعات. طبعا ده ساهم في توفير الاف بل ملايين من فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات لاهلنا وناسنا في مختلف المحافظات. طبعا ده يعني معناه ايه؟ مش بس فرص عمل، ده بيترتب على توفير فرص العمل خفض في معدلات البطاله، وكل ده بيصب في صالح رؤيه مصر 2030 لتحقيق التنميه المستدامه. نعم، الاجيال القادمه هو الشغل الشاغل للسيد الرئيس واجهزه الدوله بكافه قيادتها. كيف نعول على بناء جمهورية جديدة تخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية؟ عايز أقول لحضرتك يعني الأجيال ما يتم اليوم من مشروعات على أرض الواقع هو يهدف لتحقيق تطلعات الأجيال القادمة. يمكن السيد الرئيس أشار إلى الحجم الكبير من المشروعات اللي بيتم عملها، ويمكن عايز اشيد بالدور الوطني للقوات المسلحه واللي قامت بيه في مختلف المشروعات القوميه الكبرى، وده يمكن كان كلمه السر في نجاح وانضباط المشروعات انها تتم في توقيتاتها المحدده. يمكن السيد الرئيس بيصارع الزمن لانجاز هذه المشروعات. معنى انجاز هذه المشروعات انه توفير فرص عمل، خفض لنسب البطاله. عايز اقول لحضرتك الجمهوريه الجديده تهدف الى تحقيق
التطلعات ليس يعني الجيل الحالي والأجيال القادمة، والانطلاق بالدولة المصرية على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات، بحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات حياة كريمة، وهو الهدف الأسمى لدولة 30 يوم. دائما بالعمل والإرادة والصبر يتحقق الحلم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بأخبار اليوم.